حياكم الله مجددا في يا هلا. في الطب الجلدية هناك ثقافة توعوية طبية صحية جيدة يقدمها اليوم مجموعة من الأطباء والاستشاريين في مواقع التواصل الاجتماعي، وحقيقة نقدم لهم كل الشكر والتحية والتقدير، لأن هذا الجانب التوعوي والتثقيفي من الأشياء اللي تهم المجتمع ككل في التعامل مع الأشياء اليومية اللي ممكن تحدث للجلد. لكن في المقابل هناك ممارسات مجتمعية أحياناً تكون خاطئة ويحذر منها كثير من الأطباء والاستشاريين. من هؤلاء الذين يبثون هذه التوعية التثقيفية في حساباتهم وبالذات في تويتر الدكتورة نجلاء الدوسري، وهي استشارية أمراض الجلدية والتجميل والليزر، وتشرفنا اليوم فيها. هلا دكتورة، مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. مساء النور وشكرا لدعوتكم، الله يسلمك ويعافيك. أهلا وسهلا دكتورة. أنت حسابك ممتلئ ببعض النصائح والتوجيهات اللي تشوفين إن فيها بعض الممارسات الخاطئة في طب الجلدية، وش رايك ناخذها، ناخذ بعض التغريدات اللي تحتوي على هذه الممارسات وتوضحيها اليوم حتى نتشارك في إيصال الرسالة التوعوية للناس؟ خلاص إن شاء الله أبشر. نشوف التغريدة الأولى. التغريدة الأولى تقولين فيها: لا تفركين الثوم على رأس ابنك المصاب بالثعلبة، إذا كثرتي ممكن يلتهب وبعدين تتحول إلى نتبة وبعدين ما يطلع الشعر للأبد. إيش من توضيح توعوي حول موضوع الثعلبة؟ شوف يا طويل العمر، الثعلبة طبعاً مرض شائع في الجميع الأعمار. ما في شك أن الثوم يفيد، وفي كم دراسة أثبتت أن الثوم يفيد، وهذا كان علاج جداتنا أصلاً من زمان. لكن المشكلة أن كثير ناس لما يصير فرك للثوم على الشعر أو على الوجه، الثوم مادة حارقة تحرق الجلد، فقد يحدث تصبغات، قد يحدث جروح، وممكن بعد حتى يترك ندبة ما تروح للأبد. فللأسف هذه الممارسات الخاطئة الناس تتناقلها، لكن حتى لو كان يفيد، فيه علاجات متوفرة أفضل وأأمن ونتيجتها مضمونة، بدال ما ناخذ الريسك في ان احنا نستخدم الثوم ونسبب المشاكل الأخرى. يعني انت تقولين اليوم لا تستخدموا الثوم ولا الجأوا للدكتور اولا؟ لا طبعا لازم تلجأ للطبيب اولا ولا تستخدم الثوم نهائيا في كل الحالات، حتى يعني مع بعض الفائده اللي قلتيها قبل شوي، حتى مع بعض الفائده. طيب وش علاجها اجمالا الثعلبه، وهل هي من الاشياء المقلقه ولا لا؟ هي ما هي مقلقه، خصوصا اذا كانت متركزه في مكان معين، في الرأس، في الذقن، لما تكون شاملة يكون شوية علاجها أكثر تعقيد. لكن بشكل عام الثعلبة اللي تجي بقعة ولا بقعتين نقدر نعالجها بعلاجات موضعية أو حقن الكورتيزون المخفف الموضعي، آمن جدا، تظهر النتيجة بعد كم أسبوع، بس قد نحتاج إن إحنا نكررها. ففي علاجات موضعية متعددة آمنة، أما الثعلبة الشاملة والأكثر انتشار فلها علاجات أخرى، تدع علاجات بيولوجية، والآن طلعت علاجات جديدة مبشرة بالخير لهذول الناس اللي مصابين بالثعلبة الشاملة. طيب الموضوعية بالعادة كم فترات التشافي؟ يعني اللي بيبدأ العلاج خلينا نقول 4 إلى 6 أسابيع ويبتدي إن شاء الله يشوف النتيجة. طيب هذا فيما يخص الثعلبة. من الأشياء اللي يحذر منها أطباء الجلدية وسبق وناقشناها في كم حلقة لكني ودي أسمع رؤيتك عنها، الخلطات الشعبية اللي موجودة اليوم، وأعتقد أنها من أكثر الأشياء المستخدمة في هذا الموضوع. هذه الخلطات إيش الموقف الطبي والعلمي منها؟ طيب شوف، في نوعين من الخلطات، في اللي يجيك يسويها العطار، وفي يجيك ناس تبيعها في وسائل التواصل الاجتماعي بدون مصدر، غير مصدقة من هيئة الدواء والغذاء. بالنسبة للعطار بشكل عام من الهيئة السعودية للغذاء والدواء ما هو مسموح لأنه يدعي ادعاءات خاطئة للمادة الخام اللي يبيعها في العطارة عنده، وله مسموح لأنه يخلط مواد ويبيعها في علب لعلاج أي شيء بدون ما تكون مصدقة من هيئة الدواء. وهذا يحدث عند العطارين؟ نعم نعم يحدث كثير، خلطات كثير للبهاق تشتريها الناس من العطارين، يقول لهم العطار أنها منتجات طبيعية لكن في النهاية هي مليئة بالكورتيزون، ومليئة بالكورتيزون قوي التركيز. بعدين تجيك الفئة الثانية اللي في السوشيال ميديا اللي يا أنها تخترع خلطات ما تناسب كل الناس، أو أنها تخترع خلطات فيها مواد ضارة. فدائماً النصيحة أنه إذا راح تشتري منتج تأكد أنه مصدق من هيئة الدواء والغذاء، في تطبيق تطمن تقدر تحط فيه
الرقم التسلسلي أو اسم المنتج ويطلع لك إذا هو آمن أو غير آمن. طيب الدكتورة خليني أخذ الفئتين اللي ذكرتيها وأخذ إجابة مباشرة. اليوم تقولين لا تشتري شيء مسوق في السوشيال ميديا؟ سؤالك صعب شوي. نعم أو لا؟ لا، إذا كان اللي يتحدث عنه في السوشيال ميديا ما هو من صاحب الاختصاص في هذا الشيء، يعني يجي شخص يتكلم عن علاج للشعر ولا هو أخصائي شعر، يجي شخص يتكلم عن علاج الثعلبة ولا البهاق وهو ليس طبيب وليس طبيب جلدية، ولا علاج للقولون وهو ليس طبيب جهاز هضمي. هذا الفكرة اللي احنا نبغى نوصلها. هذولا يضرون الناس؟ طبعا، يا أنه يستنزف أموالهم وما يضرهم ولكن ما يفيدهم، أو أنه يضرهم. وصلتك حالات تضررت بسبب الأمور هذه بصراحة؟ نعم، كثير من خلطات تفتيح البشرة والبهاق هم أكثر شيء. خلطات البهاق اللي تحتوي على كورتيزون عالي التركيز ما يناسب الأماكن اللي نحط فيها، أو خلطات التفتيح تحتوي على كريمات للتفتيح ولكن لها وقت معين للاستخدام ومكان معين في الجسم للاستخدام وكمية معينة لازم تنحط فيها. فنعم شفنا حالات كثير. إلى وين يوصل مستوى الضرر؟ أقصى مستوى ضرر وصلك؟ خليني أتكلم عن مثلا مستوى الضرر اللي وصل للزملاء. مثلا خلطات علاج البهاق اللي تحتوي على كورتيزون عالي التركيز سببت لهم هشاشة عظام بسبب امتصاص نسبة عالية من الكورتيزون، وبعدين صار عندهم كسور بسبب هذا الاستخدام. نعم، بسبب هذا السوء الاستخدام. طيب اسمحي لنا نكمل التغريدات. يلا نشوف تغريدة ثانية يا شباب معنا. كنت مطلع صورتين، ما أدري إذا الشباب يقدروا بس يمشوا شوي في طيب النتيجة هذه مبالغ فيها جدا، على قول أهلنا، على قول أهلنا أول أقص يدي لو صج، اللي هو فكرة إنه كان في بشرة معينة وبعد العلاج صارت بمثل هذه الصفاء والنقاوة. طبعا هنا الصورة مو واضحة هنا، بس الصورتين لا الحين نوضحها لك إن شاء الله. أي علق الصورتين غير واقعيات، يعني الصورة اللي قبل وبعد باللي في الصورة أو ما تدعيه صاحبة الصورة النتيجة غير واقعية بالمنتج اللي هي تتكلم عنه. هي تكلمت عن شراب الكولاجين عشان يعطي نضارة للبشرة، والنتيجة هذه اللي في الصورة هذه مستحيلة أنها تكون حدثت مع شراب الكولاجين. شوف الصورة الحين بنعرضها، بس الصورة بنعرضها الآن. يعني هذه كانت تروج وتسوق، هذه الصورة إذا تشوفينها الدكتورة هذه. نعم. المقصودة إنه إيش اللي الترويج أو التسويق للمنتج اللي كان فيها؟ إن لو تلاحظ الفرق البشرة قبل وبعد إنه مستحيل هذه سوت إجراءات يا إن أوكي واحد من اثنين، يا إنها سوت إجراءات تجميلية عديدة إلى ما وصلت النتيجة اللي فوق، أو أن الصورة معدلة. طيب بصراحة هل هناك أنتم تلاحظونه كمختصين تسويق مضلل يصير للناس في السوشيال ميديا ولا لا؟ بصراحة. بصراحة أيوة. كم نسبته؟ يعني ما أقدر أعطيك لو نسبة تقريبية. يعني مثلا أقدر أقول الآن مثلا الحين شراب الكولاجين بدأ ينتشر في الصيدليات، بدأوا كثير ناس يتكلمون عنه في السوشيال ميديا. إيه في دراسات، يمكن فيه 11 دراسة محكمة عن الكولاجين، بس لما تقرأ هذه الدراسات شيء يجيك نوع الكولاجين غير، شيء يجيك التركيز غير، شيء يجيك الجرعة غير، شيء يجيك النتيجة من رأي شخصي، شيء تجيك النتيجة من رأي أطباء، شيء تجيك النتيجة على مستوى الخلية، شيء على الحيوانات. فما في شيء مثبت 100% يقول إن الكولاجين يفيد البشرة. شيء ثاني مهم إن مركب الكولاجين بشكل عام إذا شربناه تقريباً 95% منه يتكسر في جهازنا الهضمي، وبس 5% يمتصها جسمنا. فلا يمكن لهذه الكمية القليلة أن تعطي نتيجة زي كذا أو أنها تعطي نظارة ملحوظة في البشرة. بعيدك لسؤالي، نسبة الإعلانات المضللة في السوشيال ميديا أو مواقع التواصل إلى الصحيحة كم؟ 80%، 70%، 60%، 50%؟ الإدعاءات؟ أي معظمها غير صحيح. كم؟ أنا أقدر أقول لك 95% منها غير واقعي. أوف غير واقعي، لا طبعاً. وبالتالي يجب عدم تصديقها. يجب عدم تصديقها، لا. بناخذ تغريدة ممكن تكون أخيرة، تفضل يا شباب. جاني مراجع كتبت له الوصفة وشرحت له، قال لي تضر يا دكتورة، قلت لا آمن جداً، قال والله ما يندرى عنكم.
تصير لك المواقف هذه كثير؟ صار المواقف، وهذا هذا المراجع بالعكس ضحكنا، ضحكنا أنا وهو يعني في النهاية ضحكنا. بس المشكلة تعرف الأمراض الجلدية كثير منها ما يستجيب على طول، ياخذ 6-8-10 أسابيع أشهر لين ما حد يشوف نتيجة. فساعات المراجعين إذا راجعوا الطبيب والطبيب ما ناقش معاه توقعاته، المريض يصاب بإحباط بسرعة فيروح ينتقل إلى طيب طبيب آخر. بصراحة دكتورة بناء على ما قاله المريض أو المراجع، إحنا تكلمنا عن الأخطاء الموجودة في المجتمع، هل توجد أخطاء موجودة عند أطباء الجلدية أو بعض الأطباء قليلي الخبرة يعني توصل إلى درجة أخطاء أنتوا لاحظتوها وجدتكم من بعد وصفاتهم؟ بصراحة أطباء الجلدية لا، نادر جدا، لكن الوصفات اللي تنتشر في السوشيال ميديا غير الخبراء وشفنا مشاكل منها كثيرة. دكتورة شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في شكرا لدعوتك. شكرا جزيلا. أشكر الدكتورة نجلاء الدوسري استشارية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر على مجمل هذه التوعية والتثقيف الجيد في هذا الموضوع اللي نحتاجه أكثر، ونحتاج نمد فيه أكثر من حلقة سواء في الجلدية أو في تخصصات أخرى حتى يكون الرأي الطبي والعلمي دائما واضح في مثل هذه الأمور. بعد هذا الفاصل ألقاكم.